بينا. إذن الآن فيما يخص تعليق أنفانتينو، يعني بالماضي راه مصر على أنه راه يدينا يعني لصراعات يعني نحن في غنى عنها. إذن أعزائي المشاهدين، قلت أنه رانا في يعني بالماضي راه يدينا في صراعات رانا في غنى عنها. يا جماعة ما تديناش في صراعات مع أنفانتينو. الفيفا طلبت، الفيفا ما طلبتش. احنا إذا حبينا نتكلموا على الفساد، لو الفيفا يا جماعة ديروا في بالكم مليح، لو الفيفا بدات تحارب الفساد في افريقيا هم راح يبداو بينا. هاي عندنا معشعشة، راه عندنا الرتيله تاع الفساد راهي في الجزائر. الرتيله تعرفوا واش معناتها الرتيله؟ الرتيله تاع الفساد الفضيحه اللي صارت في الدرجه الثانيه في الجوله الاخيره، فضيحه مدويه ما حصلتش حتى في الدوري البنغلاديشي ولا المدغشقري، بالملغاشي ماشي مدغشقري، ما حصلتش. فضائح، رشاوي، فساد، ما الفساد راه عندنا عايش. لما الفيفا لو الان تجي تحارب الفساد في افريقيا، تجي داخله تحصل في الجزائر تحبس، في الجزائر تتلف لها، في الجزائر تتكودا. رانا عايشين في فساد. الناس لما تجي تكلم لك على افريقيا فاسده، لكن احنا عندنا الفساد اكثر بكثير من الافارقه، ماناش منزهين. وبالتالي انفانتينو خليها في بلاصته مليح، بعت انفانتينو في بلاصتك، لانه لو يجي يفضحنا ممكن حتى يقول لنا غيروا الكره، غيروا الرياضه، ما تلعبوش كره قدم انتم. هذه واحدة. ثانيا انا نحير والله العظيم يا جماعه، نحير لما يجيك واحد فاعل في كره القدم يتكلم لك ان الفيفا لازم تحارب الفساد. يا ودائما نقولوها يا جماعه، الفيفا اكبر منظمه فاسده، الفيفا اكبر منظمه فاسده يتمشيها المافيا، ما يحاربش الفساد. كيف يرحم بابك؟ فهمني، مش عارف انا احنا اغبياء ولا نلعبوها اغبياء. يا موتسيبي هذا رئيس الاتحاد الافريقي تاع الكاف اللي حطوا انفانتينو، كيفاش انفانتينو يجي يدير له شونطاج؟ ياك هو اللي حطوا عفس على القانون، دار رئيس بالتزكيه، وهذا ممنوع منع باتا في القانون، ممنع اي واحد يترشح بالتزكيه حط موتسيبي. ما كانش انتخابات، كاين فساد اكثر من هذا يا جماعه العلو بليز. يعني انت عارف باللي الكلام تاعك هذا راح يجيب لنا المشاكل برك. كاين المنظومه الكرويه فاسده، اما تلعب فيها اما تنسحب. النقطه الى الصفر. حاب تتسقم يا اخي، كون ديروا الرجاله في 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 الكاف، وديروا الرجاله في الفيفا، وديروا كواليس كما الناس. هذا هو الحل. اما انك اذا دير في بالك انك تجي في ندوه صحفيه تقذف الفيفا وتتكلم على الفيفا وتغمز الفيفا، هذيك راح تضر نفسك يا اخي. اكره تضرنا يا اخي. لا مشي التعليقات مش هكا، التصريحات مش هكا. ما تديش نفسك في صراعات انت في غنى عنها، وما تجيب حتى حل. الناس راهي تقول لك رانا ما خوفتش يا جماعه، كيف تخوفهم يرحم باباكم؟ انفانتينو هذا الروس كامل، الروس تعرفوا واش معناتها الروس؟ راكم عارفين واش معناتها الروس ولا ما كنتوش عارفين؟ بوتين اللي راه يقصف في اوكرانيا الان، وما راه ديف حتى عربي وحتى بنادم، حتى ماشي عربي، حتى واحد في العالم راه يقصف سون فوار. انفانتينو قال له ما تلعبش كاس العالم، الانديه تاعك ما يلعبوش البطولات الاوروبيه، ما يحتسبوش في كره القدم الاوروبيه. نحاه، امحاه، مسحو. يعني انت تستنى من واحد مسح الروس من كره القدم، والروس الاخرى مخرج السلاح، خرجهم من كره القدم، يخاف من ندوه صحفيه تاع بالماضي ولا زوج بنيادم راحوا عند الفيفا لوزان يعيطوا بسيط بينا يعيطوا. ما نكونوش بهالي يا جماعه، ما نكونوش بهالي، نكونوا شويه لوجيك في عقولنا، نكونوا شويه مترزنين، نكونوا شويه اذكياء. حبيت تلعب بلعب، ما حبيتش تلعب تربح. هذه كره القدم دايره هكا، الفساد والمفسدين عايشين فيها. بداها من الجزائر وروح. الله غالب. حبيت نسقسيك الاخ من رشيد. نعم الاخ رشيد، حنا في كاس افريقيا، لو الحكام حبوا ما يعطوناش كاس افريقيا ما يعطوها. قاسمه شخصيا لو ما حبش يعطينا كاس افريقيا ما يعطيها لناش، وكان عنده الحق، وكان عنده القانون كان يسمح له، لانه خطأين تقديريين بيهم فزنا بكاس افريقيا. الخطا الاول المخالفه تاع محرز اللي جابها بالنصر، كان خطا تقديري. يعني بالنصر صح اللاعب النيجيري لمس بالنصر، لكن بالنصر رمى روحه، بهذيك اللي رمى روحه حكم اخر ما يعطيها لكش.
هو يسموه خطأ تقديري، الحكم يقدر يصفره يقدر ما يصفروش، قاسم عطى هنا الخطأ وسجلنا من الهدف ورحنا إلى النهائي. يعني هذه الجزئيات الآن الحكام يبدوش يعطوها لك خلاص، لأنك مكروه حقا، ما كاش بنا كنا مكروهين، كنا مكروهين ما يعطوها الناس. هذه المخالفة. زيد ثاني في النهائي الحكم تاع الوسط صفر ضربة جزاء للمنتخب السنغالي اللي قد يلمسها بيده، قاسم في كان في الفار نزع ضربة جزاء، قال له ما كانش ضربة جزاء. الآن لو قاسم يكون في الفار صبروا واش راه جايكم يا جماعة، والله ربي يهدينا فقط. الأخ الأزعر يقول كيف يتكلم